توكلت وهو رب العرش العظيم.
رحمة تعلقت إرادة الأزل يدخل في هذا العمل المحبوب فإن انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المنى الذي تطور به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي درس من حضرة الإحسان صلى الله عليه وسلم Yeah.
الكريم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد تصدق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من منة تدرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يكسر بها والمصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به
وزيد ومشرقة إلى بقاعة جوال الكنوز وكل دابة لقريش نطقت في فصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة وبل الحامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادتها هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات وتضم خطر بعطر الفرح بغلام قد أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم النور وعلى تنقله في البطون والظهور وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بروز هذا البشر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم